أن رح يتزوج وصار الموضوع واضح وما عاد يتمنى يشوفني بعد اليوم. ما رح أقدر شوف إشكي بعد اليوم، بس هي معنا متضايقة. خلص آهان رح يتزوج هو وريا، وأنا ليش كتير تأثرت؟ ليش؟ أنا قاعد وشغل بالي وعم فكر فيها وهي بتكون نايمة بغرفتها. خلص ما حتفكر فيها. أنا لازم طالعه من راسي وبطل فكر فيه نهائياً. إشكي. ما حدا بيعمل هيك ردة فعل. شو شاف جنية قدامه؟ معقول ما فينه يتطلع؟ آسي. كتير منيح إذا هو هيك كان قراره الأخير إنه رح يتزوج بكرة. بشو بدنا نحكي بحالة الطقس؟ كيف بدي إلا لا تروحي بترجعكي؟ كيف بدي إلا؟ منعني لمرة واحدة، أولى لمرة. चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे ये दर्द है या है दवा चले ना जोर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे ये दर्द है या है بليت حالك. بقدر اطلع انا لحالي، ما كان في داعي تنزل على المسبح وتطالعني. عندي استعداد اعمل اي شيء كرمالك، بس على القليلة تشكريني، كان الطف. شكرا كثير يا استاذ. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.